السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدين الكرام في برنامج صحافتكم، حيث نستعرض لكم أهم ما جاء في الصحف المحلية والخليجية والعربية والعالمية المطبوعة والمواقع الإلكترونية الخاصة بها. إلى الصحف المحلية، ونقرأ من صحيفة الأيام أن الوزراء الجدد أدوا اليمين الدستورية أمام جلالة الملك المعظم بعد صدور المرسوم الملكي السامي بتعيينهم، حيث أكد جلالته رعاه الله أن المواطن البحريني ركيزة أساسية لنهضة الوطن وعماد تطوره وازدهاره، ووجه بتعزيز الحياة الكريمة للمواطنين. ننتقل لصحيفة أخبار الخليج المطبوعة، ونقرأ منها أنه بتوجيه من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنفط والغاز، تم تدشين الصفحة الرسمية لمكتب رئيس مجلس الإدارة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة، والتي تهدف لفتح قناة مباشرة للتواصل والمشاركة في مسيرة تحول قطاع النفط والغاز. نطالع من الموقع الإلكتروني لصحيفة البلاد أن مجمع السلمانية الطبي سيعمل على مشروع العمليات الاختيارية في أيام السبت، بالإضافة إلى فتح باب إجراء العمليات في الفترة المسائية طوال أيام الأسبوع لتقليل قائمة انتظار المرضى، ويشمل هذا المشروع في هذه المرحلة على التخصصات التالية: الجراحة العامة، جراحة العظام، جراحة النساء والولادة، بالإضافة إلى تخصص الأنف والأذن والحنجرة. نطالع من صحيفة الوطن أن الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة الرئيس التنفيذي للنمو الرقمي في شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بتلكو أكد أن مشروع المنطقة التعليمية سيشكل نقلة نوعية في القطاع التعليمي والتدريبي في مملكة البحرين. ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيداما السيد أمين العريض أكد استكمال 60% من هذا المشروع، ومن المؤمل الانتهاء من المرحلة الثانية في شهر أغسطس من العام الحالي. نشرت صحيفة الأيام الإلكترونية صورة تجمع بين سعادة الدكتور رمزان بن عبد الله النعيمي وزير شؤون الإعلام بسعادة السيد علي بن محمد الرميحي، وذلك لتسلم مهام وزارة شؤون الإعلام. وبدوره، أكد سعادة الوزير الحرص على مواصلة ما تحقق من جهود بروح الفريق الواحد وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية الحكومية ويلبي تطلعات المملكة في ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم أيده الله ورعاه، واهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كل مسؤول يأمل أن يكون لعمله أثر، ولو كان كل ما تركته من أثر هو ما لمسته من نبل مشاعركم ورسائلكم الرقيقة لكفى. هذه هي كلمات تقريرة الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل السابق، نشرها على حسابه ولاقت صدى، حيث نشرت الصحيفة والصحف عامة هذا الفيديو. هذا ونشر صحيفة الأيام فيديو لموظفي وزارة الأشغال وهم
يودعون الوزير السابق المهندس عصام خلف في آخر يوم عمل له، فلنشاهد معا هذا الفيديو. نتحول إلى الصحف الخليجية والعربية، حيث نبدأ مع صحيفة العرب التي أشارت إلى أن وكالة الطاقة الدولية حذرت من أن نمو الطلب على النفط سيتأثر بارتفاع الأسعار والتوقعات الاقتصادية. وقالت الوكالة إن الطلب العالمي على النفط سيرتفع لأكثر من 2% ليصل إلى مستوى قياسي. إلى صحيفة الرؤية العمانية، ونقرأ منها أن مدينة الإرسيل الصناعية احتفلت بمقرها الرئيسي في محافظة مسقط بافتتاح مكتب مشروع مجمع تقنية الروبوتات بكلفة أولية تبلغ حوالي 2 مليار دولار، وسيساهم في توفير حوالي 15,000 فرصة عمل. ومن المؤمل أن يكون هذا المشروع هو أول وأكبر مجمع لتقنية الروبوتات في الشرق الأوسط. من صحيفة البلاد السعودية، نقرأ أن الهيئة التنسيقية لمؤسسة أرباب الطوائف أطلقت بإشراف وزارة الحج والعمرة تطبيق المطوف لتسهيل وسرعة طلب خدمة التفويج للمسجد الحرام لأداء طواف القدوم للحجاج من قبل شركات مطوفي الحجاج. نشاهد فيديو نشرته صحيفة عكاظ السعودية لحاج أندونيسي يجهش بالبكاء بعد تحقق حلمه من خلال مبادرة طريق مكة، وذلك لحج بيت الله الحرام. فلنشاهد هذا الفيديو المؤثر. الحرمين اللهم ارزقنا زيارة الحرمين، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين، اللهم ارزقنا زيارة الحرمين بريستما على استري تجملاند. يا الله يا الله يا الله، اللهم يا الله فين اخرسك ينبرك يا حلاندك بسبب. من صحيفة الوطن الإماراتية الإلكترونية، نطالع أن وزارة الثقافة السعودية تنظم مهرجان الأوبرا الدولي الذي يقام للمرة الأولى في المملكة على مسرح أبو بكر سالم في منطقة رياض بوليفارد سيتي خلال الفترة من 18 حتى 20 من شهر يونيو الجاري. نشرت صحيفة الوطن مقالا للكاتب فيصل الشيخ والذي جاء بعنوان التعديل الوزاري، فإلى هذا المقال. جرت العادة عند تشكيل مجلس نواب جديد في كل فصل تشريعي مختلف أن تقدم الحكومة استقالتها، بعدها يتم إعادة تشكيل الحكومة بحسب ما يرفعه سمو رئيس الوزراء لجلالة الملك المعظم للتصديق عليه، وإثر ذلك تتقدم الحكومة ببرنامج عملها للسنوات الأربع القادمة بغية مناقشته مع السلطة التشريعية والموافقة عليه. بالتالي تكون لدينا خريطة طريق جديدة للعمل الحكومي. وللحديث أكثر ينضم معنا عبر الفيديو الكاتب الصحفي فيصل الشيخ. أهلا ومرحبا بك أستاذ، وبعد التحية هل لك أن تبين للسادة المشاهدين عن أبرز ما جاء من خطوط عريضة في مقال هذا الصباح؟
صباح الخير أخوي أحمد، يعطيكم العافية على برنامجكم صحافة. طبعا مقالي اليوم تكلمت فيه عن التعديل الوزاري الأخير اللي صدر عن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله. طبعا في وقت الناس أو شارع البحرين كان يترقب تغييرات وزارية، عادة ما تأتي في يعني مع بداية فصل تشريعي جديد لمجلس النواب وتشكيلة جديدة للمجلس، لكن اللي شفناه حصول تعديل وزاري كبير، يعتبر الأوسع منذ يعني عقود، دخول العديد من الأسماء، تنفصل بعض الاختصاصات عن بعض الوزارات وتركيزها في وزارات أخرى بشكل كان يعني يبين تنظيم أكثر، تركيز أكثر على أهداف الحكومة، خاصة في المرحلة القادمة اللي هي تأتي وسط التحديات، بالأخص تحديات اقتصادية. شاهدنا في التعديل دخول العديد من الوجوه الشابة، وطبعا هذه احنا قاعد نسير على نفس النسق اللي يمضي فيه صاحب سمو الملك الأمير سلمان من خلال تمكين الشباب ودعم الكوادر الشابة ووضع الثقة فيهم، بما يرسل رسالة واضحة لكل أبناء هذا الوطن العزيز بأن اليوم المجال مفتوح للكفاءات بأن تتطور، وأن الشباب أنهم يسهمون في عملية التنمية. طبعا بوادر هذه التعديل يعني بدأت في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من خلال حديث الأمير سلمان عن التقدير وتقدير دور المسؤولين والوزراء المخضرمين الذين اسمهم عمالقة العمل الحكومي، وطبعا بعض منهم بدأ عمله الحكومي منذ استقلال البحرين وقدم الكثير من الجهود. وطبعا رسالة الأمير سلمان كانت واضحة أن هناك تقدير وامتنان لكل شخص اجتهد وعمل لأجل البحرين ولأجل شعبها ولخدمة توجهات البحرين وأهدافها الرئيسية. طبعا نتمنى كل التوفيق للداخلين الجدد في الحكومة بقيادة الأمير سلمان، نتطلع للمستقبل وإن شاء الله البحرين في تطور ونماء أكثر وأكثر بإذن الله. نعم، الكاتب الصحفي فيصل الشيخ، شكرا جزيلا لك. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد الإلكترونية، فلنشاهد. بهذا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا الأسبوع، إلى اللقاء.